وفي دوم بوقوفه عرفت دي مقالبه يا عيني يا ما شربت طعمه أطعم من موية اللفت أظن معروف. سؤالنا اليوم يقول: ينقل لنا أخبار الدنيا وأحداث الكون، نشاهد فيه ما يجري من أخبار وأحداث، صندوق عجيب من صنع الإنسان وإنجازه. هي فوائد نفع كبير، لا تهملني شر خطير، حجمي لو تشوف صغير، أمشي وأكل شي كثير. قول المثل على قول المثل، لسانك حصانك وإن جبت الحل تكون الصح